مصر جميلة دايما بمعالمها، واحنا عارفين ان مصر غنية بتاريخ قبطي يعني عظيم جدا جدا، ومحافظات مصر بتشمل أديرة يعني شهدت على عصور مختلفة وأحداث تاريخية مهمة جدا. من أشهر الأديرة اللي موجودة في جنوب محافظة إنا في مدينة نقادة، يعني دير عالمي جدا ومشهور جدا وبيبقى مقصد للسائحين والأقباط علشان قدم هذا الدير وعظمته والمكانة الخاصة به، وهو دير الصليب بمدينة نقادة، وهو الدير الوحيد اللي بيحمل هذا الاسم على مستوى الجمهورية، وهو ثاني أديرة العالم اللي بيحمل هذا الاسم، وبني بعد بناء كنيسة الصليب في القدس. تعالوا نعرف تاريخ هذا الدير وإيه مكانته من خلال الأحداث اللي حصلت فيه، وهل هو من النقاط اللي مر عليها الرحلة المقدسة أم لا. نعرف من الأستاذ ماركو الأمين الباحث في التاريخ القبطي. صباح الفل على حضرتك يا أستاذ ماركو. صباح النور أستاذة داليا، رب تكوني بخير، كل مشاهدينا كمان يكونوا بخير. صباح الفل. يعني هذا الدير يعني دير عظيم جدا ومقصد من المقاصد السياحية والدينية اللي بيجي لها كل السياح من كل أنحاء العالم، لأنه بيحمل مكانة دينية عظيمة جدا. عايزين نتحدث عن تاريخ هذا الدير، وهل هو من النقاط المهمة للرحلة المقدسة؟ أكيد طبعا، شكرا لحضرتك للمقدمة. احنا عندنا هنا في مصر مصادر كتير متنوعة لأهمية المزارات المسيحية الموجودة في مصر أو المزارات القبطية. طبعا عندنا مسار العائلة المقدسة هو أهم نقاط سياحية موجودة عندنا أو أهم مسار سياحي موجود، لكن عندنا برضو كمان ما نقدرش ننكر دوت عندنا للمزارات الرهبانية أو المزارات الخاصة بالرهبنة القبطية اللي موجودة في مصر، اللي تعتبر هي أم رهبانيات العالم كلهم. مزارات مهمة جدا، منها مجموعة الأديرة اللي موجودة في حاجر نقادة اللي منها دير الصليب. هي مجموعة أديرة منها دير الصليب ودير المجمع أو دير ماري جيرجس ودير الأنبا بسنتاؤس ودير الأنبا اندراس، وهم أكتر من دير كلهم موجودين في نفس المنطقة، كانوا عبارة عن النواة الخاصة بالرهبنة اللي موجودة في المنطقة، وهي من أقدم المناطق اللي بدأت فيها رهبنة الشركة أو رهبنة المجمع اللي لسه مستمرة لحد النهاردة. دير الصليب كمان بيحوي أهمية كبيرة جدا في أنه من الأديرة النادرة على مستوى العالم اللي ما زالت بتحمل الاسم المميز دوت، وهو دير الصليب. وفي مصر عندنا حاليا دلوقتي ما فيش أي دير تاني معترف به رسميا بالاسم ده غير دير الصليب اللي موجود في نقادة، وتاريخه يرجع لبداية من القرن الرابع الميلادي أو الخامس الميلادي، وعندنا أول ذكر تاريخي ليه هو كان موجود في القرن السادس، بس كان لذكرى أن واحد من الرهبان بقى رئيس للدير، وطبعا ده يدل أن الدير كان أقدم من الذكرى. مين أهم الرهبان اللي يعني مكثوا في هذا الدير؟ معلش سؤال مرة تانية، من هم أهم الرهبان أو القساوسة اللي مكثوا في هذا الدير؟ هو من أهم المعالم أو عفوا من أهم الأشخاص اللي كانوا موجودين في الدير وقتها القديس بسنتاؤس، وهو ليه دير قريب من دير الصليب، وهو كان أسقف لمنطقة قسط في القرن السادس الميلادي السابع الميلادي في الفترة ديت، وهو كان واحد من أهم الشخصيات والأساقفة اللي كانوا عملوا بدور بارز سواء في تاريخ مصر في الفترة ديت أو في تاريخ الكنيسة كمان في الوقت اللي كان مذكور فيه. هو خريج الدير وأخيه في الرهبنة اللي هو أندراس، ده بقى أصبح رئيس لدير الصليب في الوقت ده في القرن السادس الميلادي. بشكرك الأستاذ ماركو الأمين الباحث في التاريخ القبطي.